معي من جدة زميلنا بدر الشريف في أحد المقاهي في جدة. بدر الشريف معانا الآن. مرحبا يا بدر. معاك أبو محمد. معاك. مرحبا بدر. مرحبا عزيز داود. وحيك. أبغى أنت الآن في أحد المقاهي في أي وين في جدة أنت؟ أنا في مقهى يقع في شارع الأمير سلطان بجدة. هالمقهى طبعا يرتدى العديد من الشباب والفتيات بهدف المعسل وبهدف مناسبات رياضية أخرى أيضا. طيب أنا أبغاك بس تسوي لي تدخل في المقهى تشوف لي أجواء المقهى مع خاصة مع السيدات، تشوف كيف يدخنون، من يجون متى، هل هم يترددون؟ تفضل. موجودين حنا أبو محمد، موجودين الآن في المقهى. طبعا حصلنا على شريحة يعني ليست كل شريحة، الفتيات غالبا ما يهربون من الكاميرا، ولكن وجدنا بعض الفتيات هنا ندردش معاهم. أول شيء بسألك، أنت تعسلين أكيد صح؟ أيوه. لما تتعسلين؟ لا لما تتعسلين؟ سنتين ممكن. سنتين؟ أيوه. كم عمرك؟ 19. 19. اي 19. كيف تعلمتي المعسل؟ من قريباتي وصحباتي. تعلمتي من عمرك 17 سنة؟ ايوه. الوالد، الوالدة، قريباتكم اللي يعسلون وعلموكي؟ ايوه بعضهم مو كلهم. الوالد والدة يعسلون؟ لا ما يعسلون. لا. قريباتك صحباتك؟ ايوه. انت بالجامعة الحين ولا ثانوية؟ لا ثانوية. ايوه. طيب شكرا لك. بتعسلين انت ولا لا؟ ما بتعسلين. لا. صحباتك ما حاولوا يعسلون؟ انا احس اصلا. ايوه ما حاولوا. قليلا ما عسلتي؟ ايه ما حاولت. يعطيك العافيه. ايضا لدي هنا قابل للادمان ترى صغير من 15 متى قابل للادمان؟ تقريبا 10 سنوات. لان المخ ينمو. ما الوالده تعسل، الوالد يعسل مع ما في حد يعسل؟ لا لا ما في. كيف تعلمت اجل المعسل؟ من صديقاتي، الصداقه. ما حد كشفكم كفشك يوم من الايام في البيت من الوالد الوالده؟ الا كفشوني، بس انا بديت يعني اسوي هذا السي بالسر، يعني اجي كافيهات مع صديقاتي واعسل. اوقات الفراغ تضيع طفش. 10 سنوات مع صديقاتي. عفيف. المعسل يكسر أنوثتكم طبعا، ليش تعسنون؟ ليه ما دخنتم؟ لا أنا ماني معاك إن المعسل يقتل الأنوثة أو يضرب الأنوثة. أنا أشوف إن المعسل حرية شخصية. ونختك يعني كل العيلة عندنا حنا هنا تعسل، نجتمع مع صديقاتنا، نتصفح الإنترنت، نقرأ، نتصفح بعض الكتب والمقالات. فأنا أشوف إنها حرية شخصية إذا كانت بأوقات محددة. بس اللوم والعتب أنا أشوف على اللي سنهم صغير وداخلين بهالمود بدون قدوة، بدون توجيه، بدون توعية. مو وبيني وبينك أنا ودي أقول كلمة، إذا كان هم من يعني أنتوا تشوفونه أو بعض اللي يتكلمون أنه هو حلال، فإذا كان حلال فحنا نشربه، وإذا كان حرام فهذا إحنا نحرقه. لا عاد بدر اسألهم. عموماً اسألهم يا بدر، هل هم بدر يحاولون يشيلون الريحة من إذا راحوا للبيوت ولا عادي؟ كيف يتصرفون؟ يشمون فيهم أهلهم الدخان ولا المعسل؟ فعلاً سؤال أستاذ داود لكم، أنتوا لما تروحون البيت وشلون بتخلصون من ريحة المعسل عشان ما يشمونها أهليكم فيكم؟ أنت عاد أهلك يعرفون؟ والله استخدام أنا بالنسبة لي يعني تغيير الطرحة والعباية، يعني أضطر أني ألبس واحدة لما أخرج، ولما أرجع عند أهلي أغيرها عشان ما يشموا الريحة. طيب أمرهم شكوا فيكي؟ والله في البداية هم كشفوني، بس بعدين بدأوا يشكوا كذا. بس أنا أحاول أني أغطي هذا الشيء لأنه لازم أنا أعسل، ما أقدر. صار بالنسبة لي روتين يعني يومي مرتين ثلاثة في اليوم. شكرا لك يا بدر. ما أقدر شكرا أستغني لك. عنه. شكرا لك.